في مقدمة الورشة درنا حصيلة تاع المقاطع فيديو الحوادث المميتة والخطيرة المسجلة بإقليم الولاية ابتداء من أول جونفي إلى غاية 20 ماي، مرورا بخريطة حوادث المرور للثلاثي الأول من سنة 2016 لجميع الحوادث المميتة المسجلة في إقليم ولاية مسيلة. يليها الأساس القانوني الذي تعمل به وحدات أمن الطرقات مع شرح القوانين القانون 1401 الذي يعتبر الأساس في قانون المرور، بهم أن هذه جميع القوانين المنظمة لعمل وحدات أمن الطرقات تصدر في الجريدة الرسمية اللي هي في متناول أي مواطن. التخصص تاعنا يتمثل في الشرطة القضائية، الشرطة الإدارية والشرطة العسكرية. المهام تتمثل في حماية الإقليم، مراقبة الإقليم والطرقات، وبعض المهام الخاصة على سبيل المثال رالي السيارات غردايا العاصمة والسباق الدراجات وعدة مهام أخرى تتمثل في نقل لفي آي بي. يعني في الورشة تاعنا لقينا تجاوب كبير من عند المواطنين ولاية المسيلة، قمنا بشروحات، شرحنا لهم يعني الطيارة كومون سا فونكسيون، الطاقم واش فيه، المهام تاع الطائرة، الأفراد في وحدة السرب الجوي 112. نحيي الدرك الوطني تاع المسيلة على من 48 ولاية، الدرك الوطني بنت سعدي صبرينا تموت على الدرك وتحيي المسيلة. عجبني الموت على الدرك، عجبني المعرض، عجبني الدرك، عجبني كلش خاصة الدرك. كما تعلمون أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني هي الخلية الأساسية في سلاح الدرك الوطني، وهي الوحدة القاعدية التي أسندت إليها مهام تتمثل في مهام عسكرية إدارية قضائية إضافة إلى العمل الجواري التحسيسي. وتتلقى الفرقة الشكاوي والتبليغات إضافة إلى المعاينات الميدانية، ولها عدة مهام خارجية منها مراقبة العامة للإقليم، مراقبة الأماكن العامة، محطات القطار والسكك الحديدية. من خلال حضورنا بالفرقة النموذجية بأبواب مفتوحة على الدرك الوطني بمجموعة مسيلة، لاحظنا أن جل المواطنين يتجاوبون مع الفرقة الإقليمية كونها جوارية ويعتادون على زيارتها، وكما لاحظنا عليهم بعض التطلع إلى سجلات الفرقة والعتاد المستخدم ميدانيا. تضم هذه الورشة قادة الدرك الوطني منذ الاستقلال، وكذلك لمحة تاريخية عن جهاز الدرك الوطني وتطوره عبر التاريخ، إضافة إلى ذلك هياكل أو البنية التنظيمية لقيادة الدرك الوطني على مستوى الجزائر العاصمة ومختلف مختلف الوحدات المتخصصة، وكذلك مختلف المهام الدرك الوطني والمتمثلة أساسا في الشرطة الإدارية وهدفها هو جانب وقائي، والشرطة القضائية، وأخيرا الشرطة العسكرية. كل مواطن أو مواطني ولاية مسيلة هم لهم شغل شغف بيتعرفوا على جهاز أكثر، سيرتو خاصة في ميدان شغل التجنيد. سعيد بزيارة هذا المعرض، ونشكر قيادة الدرك الوطني اللي دارت هذا المعرض، وكان في فائدة الشباب وفي فائدة الجميع إن شاء الله، وننصح الجميع أنهم يحترموا قوانين الدرك الوطني، قوانين الجمهورية. احنا كشافة الإسلامية الجزائرية، خوج عبد الحميد بن باديس، القاطن حي إشبيلية. يعني بعد معرفتنا بوجود أيام مفتوحة للدرك الوطني، قمنا باجتماع أنا والحضور باش نعرفوا الكشافين الموجودين في الفوج، نعرفوهم بالدرك الوطني والخصائص تاعو والمهام اللي راه يقوم فيها يوميا من أجل تطهير البلاد. يعني وتم يعني اليوم جبناهم
وكما راكم تشوفوا يعني راه عجبهم الحال، راهم يدوروا، راهم يتعرفوا، يسقسوا يعني الافراد تاع الدرك الوطني. مهام مكتب التجنيد، مهام المانوطه لمكتب التجنيد تتمثل في اعطاء معلومات كافيه للشباب الراغبين للالتحاق بصفوف الدرك الوطني، وكذا تسليم وكذا استلام الملفات المطلوبه لغرض ارسالها للقياده. اقبال يعني اقبال لاباس به، ما عدا صنف النساء يعني بقى العدد ضئيل جدا. بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالشباب يعني تتمثل في تعريف المهام المانوطة للانخراط في صفوف الدرك الوطني، وكذا استعلامات على تكوين الملفات وشروط التجنيد وكيفية الالتحاق بمختلف المراكز ومدارس تكوين الدرك الوطني. الدور تاعنا يكمل في نقل الأدلة من مسرح الجريمة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي من أجل إجراء التحاليل والخبرات المطلوبة. وعندنا الماتريال هنا، تشوف كاين حقيبة البصمات، حقيبة القولبة، ورانا درنا لهم نموذج عن مسرح جريمة مغلق يتمثل في سرقة منزل مجوهرات زايد مبلغ مالي، وبينا بعض الآثار التي من المحتمل أن يتركها الجاني في مسرح الجريمة مثل آثار قدم، بصمات، عقب سيجارة. والأسئلة المطروحة من طرف المواطنين تكون في غالبيتها على البصمات. البصمات كيفية أخذ البصمات. كاين حوايج جدد ما يعرفوهمش كما تاع تزوير النقود، تفخيخ النقود، مسرح جريمة نوعنا لهم المرة هذه، درنا لهم مسرح جريمة مغلق تاع سرقة. يلا من تخيبيا اتاك اتاك هو داليا 1 2 3 فيفا جري يلا من تخيبيا اتاك اتاك هو داليا 1 2 3 فيفا جري. انا سعيد جدا بحضور اليوم في الابواب المفتوحه على الدرك الوطني، وهي مبادره يعني جيده، خاصه وانها كل تعتبر فضاء مفتوح للتعرف على كل ما يقوم به رجال الدرك الوطني على مستوى الوطني وحتى المحلي. والشيء الجميل في هذه الأبواب المفتوحة هو الإقبال الكبير من الجمهور، سواء الشبان أو الأطفال من مختلف يعني الفئات، وهذا يدل على أن الاهتمام تاع المواطن بما تقوم به سلك الدرك الوطني. الوسائل التي قامت قيادة الدرك الوطني بتطويرها مثل المواصلات السلكية والسلكية، عصرنة جميع التطبيقيات التي تتماشى مع الوضع الحالي من خلال وضع آليات جد متطورة هدفها هو تحليل الجريمة والقبض على المجرمين في وقت آني وسريع من خلال استغلال جميع المعلومات التي توضع في تصرف الدركيين الذين تلقوا تكوين متواصل في هذه المجالات، وخلال سواء داخل الوطن أو خارج الوطن لاستعمال هذه الوسائل التقنية المتطورة. والحمد لله الإقبال تاع المواطنين كان كبير، وكان تجاوب مع المواطنين من خلال طرح الأسئلة وتجاوب تاع الدركيين تاعنا، تلقاو شروحات كبيرة في الأجهزة المعطاة موضوعة تحت تصرف سلاح الدرك الوطني. مريقلة. المهام المنوطة هي حفظ النظام وإعادة النظام واستعادة النظام. حفظ النظام وإعادة النظام واستعادة النظام. هنا عندنا مستلزمات تاعنا، المستلزمات تاع الوقايه من حفظ النظام، عندنا مستلزمات شخصيه تتكون مستلزمات شخصيه من الميغافون، قال مثال تستعمل الميغافون هذا وين مكبر الصوت، تستعمله للحشد، قال مثال الحشد كيفاش تتعامل مع الحشود. عندنا خوذه حفظ النظام تحمي الدركي من الحق. الاقبال كان ايجابي جدا، كان إقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع، كان إقبال كبير، تجاوب معنا في إطار الدرك الجواري، كان تدخلات تاعه كان يسأل المواطن الكريم، كان يسأل على كيفية استعمال المستلزمات تاع الدرك الوطني. دراجات نارية قمنا بجلب ثلاث أنواع دراجات نارية،
بدينا بالنوع القديم حتى النوع الجديد. النوع القديم لا 850 ار 850 بي ام دبليو في، جبنا معها الار 28 وجبنا معها الار 900. هادو الدراجات مخصصين نستعملهم استعمال يومي في اطار مكافحه حوادث المرور، الدوريات، الانتشار عبر الطرقات. وقمنا بجلب سيارات جديده نوع جديد، قمنا بجلب السياره جولف فولكس فاجن جولف جيل خامس، السياره سكودا اللي تم تزويد تزودنا بها في الايام القليله الاخيره، وجبنا السياره من نوع سوبارو امبريزا، بالاضافه الى سياره الاسعاف اللي نستعملوها في اطار نقل المرضى والجرحى المستوى المجموعه. كان الاقبال الجمهور والله لا تجاوب مع 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 الايام، خاطر الجمهور نعرفوا بلي حنايا يقوم باحتكاك كبير بالدراجات الناريه والسيارات. نعرفوا بلي حنايا الجمهور متعلق كثير بالدراجات الناريه وعنده ميول كثير لهذا النوع، هذا النوع من الدراجات اللي قمنا بعرضها. تبع لتعليمات القياده تم تنظيم ابواب مفتوحه على مؤسسه الدرك الوطني بالمجموعه الاقليميه للدرك الوطني بمسيلة تحت شعار الدرك الوطني مؤسسه جمهوريه في خدمه الوطن والمواطن. تم افتتاح هذه التظاهره بمختلف الانشطه الرياضيه ومختلف الانشطه الخاصه بالدراجين الناريين وتنظيم مختلف الورشات الخاصه بمختلف الوسائل التقنية والعلمية الخاصة بالدرك الوطني. تم تعريف المواطن بمختلف المهام الخاصة بالدرك الوطني التي تهدف إلى حماية الوطن والمواطن. هنا يتعرض أفراد الفصيلة إلى احتكاك